نصائح إلى كل طالب تمريض أو كل خريج جديد من التمريض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. فلو عجبك عنوان الفيديو خليك معنا للآخر، راح تستفيد بوعدك. من واقع خبرتي البسيطة في عالم التمريض يدوب 20 سنة زمان، ومن واقع متابعتي لأكثر من جروب تمريض في الأردن بالذات وفي الوطن العربي، بلاحظ أنه الناس اللي قرب يتخرج أو اللي تخرج جديد ولسه ما لقى شغل كلهم تقريبا بيوقعوا بنفس الأخطاء. فرح ألخص لك بعض الأخطاء اللي بيوقعوا فيها الناس الخريجين الجدد وكيف تتلافى هاي الأخطاء وكيف تلاقي شغل وترتاح. في البداية لازم تعرف أنه ما في حدا بيتخرج وثاني يوم بيلاقي شغل، إلا ما ندر ما ندر، لأنه هذا أولا وأخيرا هذا توفيق من رب العالمين. فأنت تتخرج وبعد شهر أو شهرين تنزل على الفيسبوك أنه أنا زهقت من القعدة لأقول أي شغلة، هذا مش منطق. أنا ما بقول أنه مش من حقك تلاقي شغل، لاقي شغل أوكي، بس مش حلو الشكوى أنت لسه ما شفت إشي. في ناس صلها 4 سنين قاعدة بلا شغل. الغلطة الكبيرة اللي كثير من الممرضين الخريجين اللي بيقع فيها، بقول لك أنا بدي أي مستشفى أتدرب فيه، فهمني ليش؟ أنا طلع على لساني شعر وأنا بحكي، ما حداش يقول بدي أتدرب، لأنه المستشفى اللي راح تتدرب فيه لن يحترمك بأي شكل من الأشكال، لن يفيدك بأي شكل من الأشكال، ولا راح يخلوك تمد إيدك على مريض، لأنك في النهاية مجرد متدرب مش موظف ثابت ولا موظف مسؤول عن أفعالك أو هم مسؤولين عن الإشي اللي راح تغلطه. لو انت رحت لأي مستشفى خاص أو حكومة مش راح يدربوك ببلاش، راح تدفع لهم مصاري عشان هم يوافقوا انك تتدرب عندهم. هاي نقطة. نقطة ثانية، راح أقول لك خليك عندنا 3 أشهر، لو عجبتنا بنعينك. بعد اليوم 89 بالضبط راح أقول لك ما عجبتني، روح روح وبجيب واحد غيرك يضحك عليه وهكذا. وكل يوم بتقدم لهم بدل طلب التدريب 50 طلب، فالموضوع مش صعب عليهم يعني ما راح يتعبوا. هاي نقطة. النقطة الثالثة، وانت بتتدرب عندهم ما راح يمسكوك مريض، انت راح تقضيها وديها الورقة على المختبر، جيبها الصورة بالأشعة، أكثر من هيك ما بتستاهل بالنسبة لهم. ولما تخلص من عنده راح يعطيك شهادة خبرة عاملة لدينا كمتدرب في قسم كذا وكذا. هذه الشهادة لا هي معتمدة برا الأردن ولا جوا الأردن، فلا تتعب نفسك وتضيع فلوسك ووقتك على إشي فاضي. انت تخرجت من الجامعة التي تشهد انك ممرض، انتسبت للنقابة التي تشهد انك ممرض، قدمت امتحان مزاولة ونجحت فيه ورحت على وزارة الصحة أخذت منها شهادة مزاولة مهنة والتي تشهد فيها بأنك ممرض، تروح تشتغل ببلاش ليش؟ فيها إشي لو دورت على شغل واشتغلت وأخذت خبرة على مهلك وانت قاعد بتقبض. النقطة اللي ما حدا بنتبه إلها أنه أنت بتخرب على اللي بيجوا بعدك. يعني أنا، إحنا الآن في 2024، لنفرض أنه أنا صاحب مستشفى، 2024 إجاني 1000 طلب بدي أتدرب عندك ومستعد أدفع لك فلوس. لما تيجي 2025 ويجي واحد يقول لي انا بدي اتعين عندك، راح اقول له اول سنه ببلاش، ما بدك بجيب 4 بتدربوهم وبعطوني راتب. فانت بتخرب على اللي بيجوا بعدك. المفروض انت عارف قيمتك وعارف مؤهلاتك وعارف انك شاطر وفهمان وعارف انه ما بصير حدا يضحك عليك، فتكون قد حالك وتقول لهم انا ما بخلي حدا يضحك علي، يا بتعطوني مرتب زي البشر يا اما ما باجي. وهيك انت بتحترم نفسك، بتضمن حقك وبتضمن حق اللي بعدك. نقطة مهمة برضو، كثير بشوف مكتوب على الفيسبوك مشان الله بدي اشتغل، ابوس ايديك لقولي شغل، انا والله العظيم زهقت من القعدة. اسلوب الشهد هذا ما بيعجب حدا، لانك بعد سنة راح الاقيك ماشي في الشارع او قاعد في القسم، اشتغلت وقبضت وصار معك خبرة سنة وقاعد بتسب على المستشفى وعلى المسؤولين وعلى المرضى وعلى المرافقين وعلى الإدارة وعلى وزير الصحة أو على نقيب التمريض، ومش عاجبك العجب، ولو بعرف التمريض زي هيك ما كنت قبلت فيه. أول كلمة راح تسمعها، ما انت بست 100 إيد و 100 رجل عشان نلاقي لك شغلة، هسا صار التمريض مش عاجبك، شو بدك ترد؟ فدائما وانت زعلان أو متضايق اعرف شو بتحكي، عشان لما ترتاح راح تسمع 100 كلمة. في ناس كل يوم بنزل بوست على الفيسبوك مشان الله لقولي شغل، انا مكسور علي اجار بيت 2 شهر، انا ما دفعتش فاتوره الكهرباء من 6 شهور، انا معيش اكل، انا صار لي 3 ايام بالجوع. هذا الاسلوب ما بينفع مع حدا. لو انت رحت على مقابله وقلت لهم مشان الله عينوني، انا اولادي بالجوع صار لهم 4 ايام مثلا، او انا اجار بيتي ما دفعته من 2 شهر، قدامك حلين، يا اما صاحب العمل مش راح يعينك اصلا لانه بده ناس بروفيشنال قد حالهم جايين يشتغلوا مش جايين يعيطوا ويتشكوا، فانت بتعطيه فكره انه انت شحاد
جعان ما كاش توكل ومش جاي عشان تشتغل، جاي عشان تقضيها تعيط وتتشكون، وفعليا كل واحد اللي فيه بكفي، فما راح تتعين. يا اما الحل الثاني راح يشغلك، راح يعينك، اوكي ما اختلفنا، لكن راح يعطيك نص راتب الموظف اللي جنبك، لانه انت فهمته انه انا ميت من الجوع، لو معي بس اجار بيتي بشتغل. فانت الحالتين راح تضر نفسك. شو الحل؟ اعمل سي في احترافيه زي البشر، البس بدله وقرافه حلوات مرتبات، احلق شعرك زي الناس، ادخل على المقابله وانت رافع راسك، وتكلم وكانك واثق من نفسك وكانه معك خبره 50 سنه، واللي عاجبه انه يعينك اهلا وسهلا. بعض الناس بيرفع الضغط لما يقدموا على وظيفه هم اصلا مش مؤهلين الها. يعني مستشفى طالب ناس بخبره 3 سنوات على الاقل، انت تخرجت امبارح بتقدم ليش؟ راح تقول لي يمكن تزبط، ماشي، انا شخصيا بعرف ناس زبطت معهم، بس هل هذا الكلام بروفيشنال؟ لا. هل هو منطقي؟ لا. هل هو بصير وظيفيا؟ يمكن حتى شرعا ما بصير. طالبين ناس معهم خبره عمليات، انت خبرتك مثلا غسيل كلى، ليش تروح تقدم؟ طالبين بنات للتوليد، انت شاب كل خبرتك طوارئ، ليش رايح تقدم؟ ما في شيء اسمه بلكي زبطت، هاي مش شروه بطاطا، هذا تمريض، اذا ما كنت تفهم بهذا التخصص او بهذا القسم لا تقدم. وبرضه بعض المستشفيات سواء جوا البلد او برا البلد بيجيها الاف الطلبات يوميا، فهي من كل 1000 بتحكي مع واحد، احنا دعينا 10 للمقابل عشان نختار منهم 8 أو 7 مثلا. انت مش من ضمن هذول 10، ليش جاي؟ وبرجع بقول لك بتخرب على نفسك وبتخرب على اللي بيجي بعدك. لما يشوفوا اغلبيه التمريض كاتلين حالهم ومستعدين يبوسوا الايادي عشان وظيفه، حتى الوحيد اللي عجبهم واللي كله مؤهلات وخبره وعلم وما شاء الله عليه، راح يتجبروا فيه وراح يعطوه راتب قليل وراح يعاملوه أسوأ معامله، لانه معظم ممرضين البلد مفهمينهم انه احنا خدامين عندكم بنبوس رجليكم بس اعطونا مرتب. وهذا فعليا ما بصير. من الغلطات اللي بيقعوا فيها بعض الخريجين الجدد او المتعينين الجديد، لا تتشرط، بتلاقي الاعلان نزل 50,000 واحد برنوا تلفون على المستشفى. المستشفى هذا وين مكانه؟ المستشفى لمين؟ المستشفى قديش بعطي رواتب؟ الراتب عندكم اي يوم بالشهر بينزل؟ كم اجازه سنويه بتعطوه بالسنه؟ كم اجازه مرضيه بتعطوه؟ في ضمان اجتماعي او لا؟ طب انا ساكن في سحاب، كيف المواصلات من سحاب للدور الخامس مثلا او من سحاب للصويلح؟ انت يا حبيبي لسه قدمت، انت انقبلت، ليش بتتكلم مع الناس وانت شايف حالك كانه المستشفى لابوك وكانهم صاروا مشغلينك؟ لما تنقبل اسال عن التفاصيل هاي، ما عجبك لسه معك فتره 3 اشهر. لو انت ما عجبتهم بفصلوك بدون ما يعطوك تعويض، ولو هم ما عجبوك انت بتستقيل بدون ما تدفع لهم شرط جزائي. فانت على ايش مستعجل؟ هيك انت بتوريهم انه انت مش عاجبك العجب، فوق ما انك خريج جديد وما معك خبره وبالنسبه لهم ما بتسوى اشي، برضو قاعد بتتشرط، وبالتالي عمرك ما راح تلاقي شغل. بعينك الله على 2 أو 3 مواصلات، كل ما تسمع انه في مقابلات روح قدم وروح قابل، على الاقل بصير عندك خبره بالمقابلات. اما ليش وكيف وقديش ومين ومين اللي قال لك وشو عرفك؟ راح اول كلمه راح اقول لك اياها، حبيبي انت علاش بتتشرط؟ اجاني خبره 15 سنه ورفضتهم. برضو من البوستات اللي بشوفها يوميا، متى بيرنوا علي؟ مستشفى الجامعه صار فيه مقابلات، متى راح يرنوا علينا؟ يعني حتى اللي قابلك نفسه ما بيعرف متى. الناس اللي قابلوا بمركز الحسين للسرطان الاحد الماضي، متى راح يرنوا عليهم؟ شوف مدير التمريض تبع مركز الحسين للسرطان نفسه ما بيعرف متى. لانه اللي بقابلك سواء مدير تمريض او رئيس قسم او شو مكان، هذا شغلته يقابلك، بعديها برفع اسامي الناس اللي عجبوه لشؤون الموظفين، شؤون الموظفين هو اللي بقرر امتى يرن عليك، على حسب اشياء كثيره جدا ما فيش مجال اني اذكر لك اياها. لكن لما يترك من عندي 20 وال20 منهم 19 ضايل لهم 3 اشهر لما يخلصوا دوامهم ويستقيلوا، مش راح احكي معك بكره الصبح اقول لك تعال بلش دوام، راح احكي معك كمان 89 يوم اقول لك بعد بكره بتكون عندي. ففي اشياء كثيره جدا تتحكم بهذا التاريخ، وما في مستشفى بالعالم كل ما يعين ناس او كل ما يقابل ناس بيحكي معهم بنفس الوقت. نفس المستشفى قابل ناس اليوم حكى معهم بعد اسبوع، بعد سنه قابل ناس حكى معهم بعد 4 اشهر، بعد سنه قابل ناس غيرهم حكى معهم بعد 3 اسابيع. على حسب حاجه المستشفى، على حسب الانسان اللي انت جاي تشتغل مكانه امتى تركهم، وعلى حسب حاجات كثيره. مرات المستشفى بده يوفر، فشو بيعمل؟ بيستقيل واحد بعد 4 اشهر بجيب غيره. نصيحه نصيحه نصيحه، لا تقتل حالك على وظيفه الصحه، نصيحه مني لا تقدم لها اصلا. ليش؟ هذا موضوع طويل جدا، في له فيديو منفصل بعدين بنزل لك اياه. دير بالك في شيء اسمه الفيرست امبريشن،
يعني الانطباع الاول، معظم او تقريبا كل مدراء التمريض ومدراء المستشفيات في العالم في عندهم خصله سيئه جدا اسمها The first impression is the last impression. يعني اول مره في حياته بيشوفك لازم تترك عنده انطباع كويس، لازم ياخذ فكره عنك انك انسان شغيل، انسان نشيط، انسان متعلم، انسان فهمان، انسان جاي تاكل عيش، مش جاي تعمل مشاكل، او مش انسان مش متعلم او مش قد حالك او انسان ضعيف علميا او كخبره او كاي شيء. وبالتالي لو اخذ عنك فكره انك سيء، لو شو ما عملت بعديها ما راح ياخذ عنك فكره انك تحسنت. فخليك مهتم جدا انك تترك انطباع كويس مع كل مدير او كل مسؤول بتشوفه بحياتك من اول مره بتلتقوا فيها. نصيحه بعطيها لكل الخريجين الجدد وكل الناس اللي تعينت جديد، نصيحه: اعرف وين شغفك. يعني انت بنت بتحب الاطفال، قولي لهم حطوني بقسم الاطفال وضلك فيه طول العمر. انت انسان بتحب تشتغل بالاي سي يو، قول لهم حطوني بالاي سي يو وخليك فيها طول العمر، واكتسب فيها علم واكتسب فيها خبره وخذ فيها دورات، واذا بتقدر كمل فيها ماجستير. لكن انك تداوم سنه عمليات ما عجبني، سنه باطني ما عجبني، سنه طوارئ ما عجبني، سنه قسطره ما عجبني، وبعد 20 سنه خبره تكتشف انك بتحب مثلا الريكفري وتقول لهم خلوني بالريكفري، ضيعت عمرك في ايش؟ طب لو ال 20 سنه كلهم خبره بنفس القسم، هذا اسهل جدا انك تلاقي شغل في مكان ثاني لو حبيت تترك مكانك الحالي. نصيحه للكل: اطلع من الكومفورت زون عشان تنجح. معظم الناس الفاشله بحياتها، مش بس في التمريض، في كل التخصصات بلا استثناء، سبب فشلها انه مش راضي يطلع من الكومفورت زون. شو هو الكومفورت زون؟ شيء انا متعود عليه ومرتاح له وما بيجيب لي وجع راس. ممكن يكون مثلا ماديا مش مجدي، لكن انا مرتاح، انا علي اجار بيت، علي ديون، علي اقساط، علي كذا، مثلا 300 دينار بالشهر، راتبي 500، ال 200 اللي بضلوا بكفوني اكل وشرب. المستشفى على باب البيت، بدفعش مواصلات، المستشفى حكومي، لو قتلت 100 قتيل كل يوم ما حدا بيحاسبني، وما حداش بفصلك الا رئيس الوزراء، خلص انا مرتاح هيك. اروح على مستشفى خاص كل ما اشتكي علي مريض يفصلوني او يعطوني انذار، ولا اطلع برا البلد كل ما عملت مشكله مع مواطن يقولوا له انت وافد روح على بلدك؟ لا، انا ليش اجيب لحالي وجعة الراس؟ انا مرتاح بالوضع اللي انا فيه، بضل فيه. وهذا سبب معظم مشاكل الناس، ما في عندهم طموح، ما في عندهم حب للتطور او للتقدم باستمرار ابدا. فعشان تنجح لازم تطلع من الكومفورت زون. ممكن تشتغل بمستشفى في 50 عيب، لكن خصله واحده هي اللي مخليتك تستحمله: راتبه عالي، قريب من البيت، مستشفى حكومة، فيش نظام، فيش محاسبة، ما فيش مسؤولية، شو ما خبصت. هاي مش مميزات تخليك ترضى بوضع غلط. برضو لا تظلك معتمد على أهلك، لأنه أخوك اللي بيساعدك ممكن لقدام يسافر، ممكن ينشغل، ممكن يتجوز، ممكن لأي سبب يبطل يساعدك. أبوك اللي بيدعمك ممكن يتوفى، ممكن برضو يزعل منك، ممكن لأي سبب من الأسباب يبطل يدعمك. فانت لا تضلك مركن على الناس. في ناس بيقولوا انه اطلع من بيت ابوك، استاجر بيت ثاني عشان تتعلم تدفع اجار بيت وتدفع كهرباء وتدفع مي وتتعود انه يصير في عندك مسؤوليه. في ناس بيقولوا حتى لو ابوك او اهلك عندهم القدره انهم يجوزوك على حسابهم او يساعدوك بنصف التكاليف مثلا، لا تقبل منهم اي قرش وتجوز من اول لاخر على حسابك انت. وحتى في بعض الناس بينصحوا انه جرب الغربه في بلدك قبل ما تسافر، يعني انت سكان اربد اشتغل في مستشفى بالعقبه. جرب الشعور او جرب الاكسبيرينس، هاي الخبره، لما انت تكون بعيد عن اهلك كيف راح تتصرف؟ كيف بدك تغسل الاواعي؟ كيف بدك تكويها؟ كيف بدك تدبر الاكل؟ ما في حدا يطبخ لك. كيف بدك تعيش وانت في بلد واهلك في بلد؟ لو لقيت حالك زلمه وقد حالك متحمل الغربه الداخليه، جرب الغربه الخارجيه، ما في مشكله. نصيحه لكل طلاب التمريض: لا ترمي كتبك، لانه كل يوم بنلاقي بوستات على الفيسبوك: انا عندي مقابله مش عارف على ايش ادرس، انا نسيت كل شيء درسته وبدي مرجع يذكرني بكل اللي درسته. طب ما عندك كتب، ارجع اقراها. نصيحه للكل: تعلم وتطور كل يوم. وحتى لو كان المستشفى اللي انت شغال فيه ما بيعطيك دورات او ما بيعطيك تعليم او ما بيعطيك فرصه للتطور والتدرب، انت خذ دورات على حسابك، ما في مشكله، لانه تخصصنا كل يوم في معلومه جديده، كل يوم بيكتشفوا امراض، كل يوم بيخترعوا ادويه. واي معلومه موجوده عندك عمرها اكثر من 3 سنين او 4 سنين، خذها قاعده انها تغيرت واجى بعديها شيء ثاني. نصيحه لكل طالب، حتى لو ضايل له يوم واحد وبتخرج: طول ما انت طالب اقرا قد ما تقدر، لسببين. اولا، اوعى تفكر انه لو تخرجت من الجامعه ومسكت شهادتك واشتغلت
انك راح تستنظف تفتح كتاب وتقرأ سطر واحد. هذه بتصير في كل ممرضين البلد او في كل ممرضين الدنيا، مجرد ما تخرج لا يمكن يقرأ كلمة الا اذا المستشفى اجبره يحضر دورة بروح بيتعلم. فتعلم نظريا قد ما تقدر، لانه بعد التخرج ما في الا الخبرة العملية. رقم اثنين، اول ما تتخرج ممكن تلاقي نوعيه من المدراء او رؤساء الاقسام اللي مش عاجبهم العجب، اللي بيسالك سؤالين او ثلاث واذا ما عرفت تجاوبهم فانت بالنسبه له فاشل. فلازم تكون قد حالك وتعرف تجاوب اي سؤال بنسال لك. انا شفت ناس اتعينوا قدامي واول يوم انسالوا قديش النورمال رينج للاتش بي لمريض او لبيبي نيو بورن، المريض عمره يوم، قديش لازم يكون الاتش بي؟ طب هو متذكر الاتش بي نورمال للانسان البالغ الادلت بس مش متذكر قديش للنيو بورن. قالوا له مسمى حالك ممرض، اوكي التمريض فيه 100 مليون معلومه هو بعرف كلهم الا هاي، كيف حكمت عليه من سؤال واحد؟ فلا تحط حالك بهذا الموقف. نصيحه لوجه الله، لو بدي اجمع كل هاي النصائح في كلمه واحده، اعتزل ما يؤذيك. يعني مستشفى مش عاجبك اتركه، قسم مش عاجبك اطلب نقل، مسؤول مش عاجبك لا تشتغل تحت إدارته، مش عاجبك الخاص كله اشتغل بالحكومة، مش عاجبك الحكومة كلها داوم بالجيش، مش عاجبك الجيش كله اشتغل في البيوت، ما بدك تشتغل عند الناس افتح لحالك شركة، سواء شركة تمريض منزلي، شركة أجهزة طبية، مستودع أدوية، انت حر. ما عاجبك البلد كلها اطلع منها روح على الخليج، مش عاجبك الوطن العربي روح على أمريكا على ألمانيا على بريطانيا. لكن شغلة انه تضلك في الوضع او في المشكلة نفسها وتتشكون منها، هاي اسمها شكونة نسوان. ما بينفع تضلك في مكان كل يوم بيرجعك لورا، كل يوم بيسحبك لتحت، كل يوم بيحبط من عزيمتك، وكل يوم بيرفع ضغطك وبيرفع السكر عندك وبيجيب لك اكتئاب وبيجيب لك امراض نفسية وبقربك على الموت وبيجيب لك جلطات، وفي النهاية تقول ما هم الادارة ما بتساعدنا، ما هو الراتب قليل، ما هي النقابة مش عاملة دورها، ما هم الشعب فاهميننا غلط، المرافقين بضلوا يضربونا، المرضى بيسبوا علينا. حبيبي انت لما جيت وقدمت لها المستشفى عارف ان الوضع زي هيك، ليش قدمت؟ في 50 مستشفى بالبلد احسن منه، ولو طلعت من البلد في نص مليون مستشفى بالعالم احسن منه. خلص اترك وروح لمكان احسن بكل بساطة. بالنهاية بالتوفيق للجميع، واللي عنده اي سؤال يسألني، انا مستعد اعمل لكم فيديو خاص الرد على اسئلة المتابعين، وراح نكمل في هاي السلسلة، سلسلة عزيزي الممرض او عزيزي حديث التخرج، بعدين بندور لها على اسم. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.